أكمل. طيب حديث لا ينتهين لا يتمنين أقوام لو أكثروا من السيئات. قالوا بما يا رسول الله؟ قال الذين بدل الله سيئاتهم حسنات. ما معنى هذا الحديث يا شيخ؟ الحديث طبعا ليس المقصود به أننا إذا تصورنا رجلين في سن واحدة وبلغ سن التكليف في سن واحدة، أحدهما استمر في طاعة الله والآخر في معصية الله، الأول مات على طاعة الله والآخر تاب إلى الله قبل الغرغرة وكان جانيا على نفسه، وهذا الإنسان الجاني على نفسه إذا كانت معاصيه أكثر من حسنات صاحبه فتاب فانقلبت سيئات إلى حسنات يكون خيرا من ذاك. مقصود؟ نعم. واضح؟ نعم. إذن بعد أن هدنا لهذا النفي، ما معنى الحديث الذي سألت عنه؟ الذي أفهمه أن هذا ما يتمناه الإنسان الذي كان مستغرقا في معاصي الله عز وجل وتاب إلى الله فلم يؤاخذه الله، بل جعل سيئاته التي كانت سيئات جعلها من الناحية العملية المتعلقة به حسنات وليس قلبها في ميزانه إلى حسنات، فهو بحكم إنسانيته وشهوته كان يتمنى أن يكثر من السيئات حتى في آخر عيته والله يمحيها بسبب توبته. واضح الجواب؟ واضح لكن مو مقنع. هذا الذي عندي. يعني شيخ لما تقول يعني لما الواحد رحمة الله عز وجل شملته بأنه تجاوز عن سيئاته وبدل لها حسنات، لو استكثر من السيئات حتى تبدل حسنات. أي نعم. بالنهاية تكثر حسنات. أي نعم. لكن هذا بدل على فضل الله يعني ورحمة الله يعني. أي نعم، لكن يجب أن نبعد عن ذهننا أنه السيئات تنقلب فيه نفسها إلى حسنات. مو نفسها. لا. إنما هي حسنات تصدر منه فيما بعد بسبب توبته. يعني حسناتك عملها بعد التوبة. يعني هذا التبديل شو نقدر نسميه بالنسبة للتعابير الشرعية؟ كوني. تبديل كوني، يعني كان جانيا فيصبح طائعا، كان جانيا بإكثاره من السيئات فيصبح طائعا بإكثاره من الحسنات. يعني كان جانيا فيصبح طائعا، كان جانيا بإكثاره من السيئات فيصبح طائعا بإكثاره من الحسنات. ما يقال يعني له أجر على الزنا لزنا. أعوذ بالله، لو كان هذا هكذا لكان ذلك أكبر وازع ودافع على الإكثار من السيئات. التمجيد الأوراني الشيخ طيب هو بين المسألة أن الطائع والمحسن هو الأفضل. أي لا شك. يعني كان أحد الإخوة قبل أن نأتي تحدث يعني ذكر هذا الحديث، فقال طيب والحسنات ما دام السيئات تبدل حسنات والحسنات ماذا يعمل بها؟ فقال أحدهم قال يضعفها الله عز وجل، ظن منه أنها تقلب السيئة تقلب حسنات، ليس على تفصيل كم جزاك. أي نعم. يعني هذه معنى الآية. نعم.